طيلة العقود الماضية من عهد النظام البائد، وقفت الجهات المعنية عاجزة عن تنفيذ مشاريع تنموية يستفيد منها المواطنون في مجال الزراعة، لا سيما إنشاء الحواجز المائية التي تحفظ مياه الأمطار وتغذي الآبار الارتوازية بمحافظة الضالع. مثل هذه المشاريع المواطن يحتاجها كثيرا، حيث أنها توفر له من غلاء المعيشة، والدولة هي كانت الأولى أنها تعمل هذه الخزانات، ولكن المواطنين يعني يعملون ما بوسعهم لإنتاج هذه الخزانات، وكأنها تمثل عامل رئيسي أو يساعدهم على المعيشة. هنا في منطقة مريس لجأ الأهالي لعمل خزانات متوسطة للاستفادة من مياه الأمطار وحفظ ما أمكن منها للاستفادة منه في عمليات الري والزراعة في المنطقة. هذا أحد المواطنين قام بمشروع خزان تكلفته 8 مليون ريال لكي يروي مزارعه، وبسبب يعني عدم وجود الدولة الوضع تعمل خزانات تحفظ المياه، فهذا المواطن بادر من 10 المواطنين الذين قاموا في مثل هذه المشاريع. هذه الحواجز المائية أو ما يعرف لدى الأهالي بالخزانات وفرت قليلا على المزارعين وخففت من حجم استهلاكهم للمشتقات النفطية خاصة الديزل، لكنها ليست كافية لري كل ما يمتلكونه من مزارع، خاصة في ظل ما تستهلكه زراعة القات من كميات كبيرة من المياه. هذا الحواجز يعني مهمة جدا، لكنها أصبحت يعني نقول أصبحت المياه تهدر يعني بسبب الصورة والنزاف في المنطقة، فلذلك نحتاج إلى حواجز مائية كبيرة لأجل الحفاظ على هذه المياه لأنها تتهدر. خلال العقود الماضية نفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع السلطة المحلية حاجزين في عزلة العمرية بمريس، لكنهما في مناطق بعيدة عن الزراعة، ناهيك عن فشل التصميم الهندسي لهما. طالبنا عدة مرات وتابعنا، لكن لا جدوى، لم نجد أي استجابة من السلطات السابقة بأن تستجيب لمطالبنا، واليوم يعني نحن بأمس الحاجة يعني لهذه المياه، والدبة الديزل تكلف إلى 10,000 ريال، إن إحنا مناطق بعيدة من يعني الأسواق أو الأماكن المتواجدة في محطات البترول والديزل، فتكلف إلى 10,000 ريال. فلو وجدت هذه السدود لا يعني استفاد المواطن منها كثير يعني جدا في الحياة المعيشية. تبقى حاجة الأهالي لهذه الحواجز ملحة للتخفيف من معاناتهم وللإسهام والارتقاء بالزراعة في المنطقة، ويعلق المواطن آماله على الجهات المعنية لإنشاء سدود تحفظ مياه الأمطار وتوفر عنهم عناء المضخات والآبار الارتوازية. فوز المريسي لأضواء سهيل.